لما نشوف مثلا واحد زي سيدنا بلال رضي الله عنه. سيدنا بلال لم يطق العيش في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، خلاص المدينة ورسول الله صلى الله عليه وسلم غير موجود فيها لا تصلح للعيش. فخرج إلى الشام رضي الله عنه، ثم في يوم من الأيام رأى رؤيا، رأى سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي بيطلب منه الزيارة. ما هو انتوا حضراتكم يعني لازم تبقوا واخدين بالكم انه سيدنا النبي مش ميت، اذا كان ربنا بيقول على الشهداء انهم احياء فمن باب اولى الانبياء، من باب اولى سيد الانبياء صلى الله عليه وسلم. فنبينا صلى الله عليه وسلم حي، حي يرزق، نعم، والأنبياء كما ورد في الحديث يصلون في قبورهم، لكن إحنا مش شايفين كده، فعندهم حياة تانية من نوع آخر نحن لا ندركها. فالقصد إن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لسيدنا بلال: هل جفوتنا؟ لما لا تزورنا؟ فسيدنا بلال رضي الله عنه ما كذبش خبر، فقام في الصباح وذهب إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلبي طلب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيدخل المدينة فيحضر وقت الصلاة. طبعا سيدنا بلال كان هو مؤذن الرسول صلى الله عليه وسلم، فارتبط في أذهان الناس برسول الله، الرسول موجود يبقى بلال بيأذن، حتى في رحلاته صلى الله عليه وسلم كان يؤذن لهم بلال لنداوة صوته وحلاوة صوته، والذي اختاره هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسيدنا بلال رضي الله عنه لما يحضر وقت الصلاة يطلب منه الناس أن يؤذن لهم بأذان رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني أذان رسول الله؟ وفي أذان لرسول الله وأذان لبقية الأمة؟ ما هو أذان رسول الله؟ يعني الأذان الذي يذكرهم برسول الله صلى الله عليه وسلم. فسيدنا بلال رضي الله عنه يصعد على المسجد فيبدأ في الصلاة، فيبدأ في الأذان للصلاة، فيقول: الله أكبر، الله أكبر. الناس عارفين صوته، أهل المدينة عارفين صوته. فيقول راوي الحديث: فترتج المدينة. يعني إيه ترتج المدينة؟ يعني يظن الناس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بعث من جديد. فتخرج النساء من بيوتها لتنظر من الذي يؤذن وماذا حدث، ويخرج الرجال من بيوتهم لينظروا ماذا حدث، وبلال يقول: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، ويقف عندها ولا يستطيع أن يكمل الأذان. فيبكي رضي الله عنه ويبكي رجال ونساء المدينة جميعا على تذكرهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب الناس اللي بالشكل ده، هل حد علمهم؟ هل الرسول علمهم إن علاقتنا برسول الله هو علاقة أؤمر وأطع؟ لا، العلاقة تعدت هذا إلى مرحلة المحبة وإلى مرحلة التعلق القلبي الذي اختفى الآن من حياة المسلمين والعياذ بالله.